بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله الحضور الأكارم والمشاهدين الأفاضل في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين للإعلان عن موقف الهيئة من اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال التاسعة في العراق وبعض القضايا المهمة. فبعد أزمة امتدت سنة كاملة عقب مسرحية الانتخابات، رضخت الأحزاب والقوى السياسية العاملة في النظام القائم في العراق بعد الاحتلال لمطالب القوى الخارجية المتحكمة بها، فأعلنت ما أسمته اختيار رئيس الجمهورية الذي سارع بدوره لتسمية رئيس الوزراء تمهيدا لإنشاء حكومة الاحتلال التاسعة. وفي الوقت الذي تحاول فيه هذه القوى إسكات صوت الشعب العراقي الذي قال كلمته صريحة وواضحة برفض هذا النظام وعد مخرجاته باطلة وغير شرعية، تأتي ندوتنا هذه لتسليط الضوء على حقيقة ما يجري في العراق ورؤية هيئة علماء المسلمين واستشرافها في توصيف المشهد ومعرفة مآلاته. ندوتنا اليوم ستكون في محورين رئيسين. المحور الأول سيكون بقراءة بيان هيئة علماء المسلمين رقم 1506 المتعلق باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال التاسعة في العراق، سيقرأه علينا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في الهيئة. والمحور الثاني سيكون الحديث فيه عن أبرز ما جاء في البيان وعرض تفاصيله وتوضيح ما يجري في العراق، وسيكون الكلام في هذه الأمور للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. الآن مع المحور الأول فليتفضل الدكتور ثامر العلواني بقراءة بيان هيئة علماء المسلمين المتعلق باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال التاسعة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان 1506 المتعلق باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال التاسعة في العراق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمثلما كان متوقعا بأن التسويات بين الأحزاب الحاكمة في ظل الرعاية الدولية والإقليمية لها هي التي ستحدد شكل الحكومة القادمة في العراق بعد أكثر من سنة على الانتخابات التي لم يشارك فيها معظم الشعب العراقي الرافض لهذه الحكومات وشخوصها المتعاقبين على سياسة ترسيخ الفساد بكل أنواعه وفي مقدمته الفساد السياسي وعدم التفريط بمناصبهم ومكاسبهم السياسية. وقد شهد العراقيون حلقة جديدة من مسلسل العملية السياسية في ظل الاحتلالين الأمريكي والإيراني بانتخاب منصب الرئيس بأصوات بلغ سعر الواحد منها 200,000 دولار أمريكي، ثم تكليف محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة من الوجوه الكالحة نفسها التي تسببت بقتل العراقيين وانتهاك حقوقهم وسرقة ثرواتهم، وسط غياب تام للتيار الصدري الذي ملأ الفضاء السياسي والإعلامي والشعبي بتهديداته وتصريحاته التي ذهبت أدراج الرياح، وستكشف الأيام القادمة سبب سكوته هو ونوابه. لقد جاءت هذه التسوية في سياق محددات النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والإثنية، وهو ما توقعناه قبل تشكيلها وذكرناه مرات عدة. كان آخرها يوم الثلاثاء بتاريخ 11/10/2022 عندما عرضنا لموقف هيئة علماء المسلمين من إحاطة مبعوثة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، التي أكدت فيها عدة مرات على عدم وجود خيارات حل حقيقي، وأشارت إلى موضوع التسوية في مواضع عدة من تقريرها. وهذا ما حصل واقعا بعد يومين من إعلاننا لموقفنا هذا، حيث قام المتحكمون بالمشهد بركل ديمقراطيتهم الزائفة وتجاوزوا نتائج الانتخابات الهزيلة، ومرروا الأمور من خلال منهج التوافق الطائفي والعرقي الذي يحكم العراق منذ الاحتلال وحتى الآن،
وكلفوا الكتلة الخاسرة بتشكيل الحكومة المقبلة بعد غلبة النفوذ الإيراني في ترجيح كفة الاختيار. ومن مظاهر هذا النفوذ الطاغي مسارعة رئيس الجمهورية للقاء بالسفير الإيراني بعد أقل من 72 ساعة من اختياره في المنصب، وحتى قبل تسلمه القصر الجمهوري بصفة رسمية، وبذلك يكونون قد تجاوزوا مخرجات الانتخابات التي روجوا لها كذبا، وباتت وصمة على وجوه من يراها الحل الأوحد في العراق. ولم يمض يوم واحد على هذه التسويات إلا وبرزت للعلن قضية اختلاس أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، والتي تعد من أكبر السرقات في العالم، حيث بلغت قرابة 3 مليارات دولار أمريكي، والمتهم فيها هو الإطار التنسيقي الذي كلف بتشكيل الحكومة القادمة وميليشياته ووسائل إعلامه. وبدأت الفضائح المتعلقة بهذه السرقة وغيرها تخرج للعلن على لسان وزير المالية وكالة المقال من حكومة مصطفى الكاظمي، على الرغم من أنها حكومة تصريف أعمال ولا تملك من أمرها شيئا، فضلا عن كونها أموال ضرائب تؤخذ من الشعب المضطهد الفقير لتسرق من قبل الميليشيات، بدل أن تصرف في تغيير الواقع المزري في العراق على كل الأصعدة. إن تولي قوى الإطار التنسيقي مهمة تشكيل الحكومة وعودة حزب الدعوة لحكم العراق مرة أخرى بعد سلسلة الفشل المتلاحقة طوال 20 سنة يدخل الجميع في دائرة التناقضات بما فيه مرجعية النجف، ويسلب عنها الهالة التي وضعت فيها بأنها صاحبة القرار، بعدما أعلنت في وقت سابق شعار المجرب لا يجرب في واحدة من ممارسات التضليل المستمرة على العراقيين. فيما بقي من يسمون بسياسيي السنة فزاعات بالية لا حول لها ولا قوة تتلاعب بها رياح العملية السياسية، بعدما ارتضوا لأنفسهم منصب شهود الزور في النظام السياسي الحالي، وتخلوا عن كل الوعود التي كانوا يقطعونها ويوهمون الناس بها. وبعدما جرى ويجري للعراقيين على يد هذه الطبقة السياسية الفاسدة والمتسلطة على رقابهم، لا بد لنا أن نبين لأبناء شعبنا جميعا مرة أخرى، ونؤكد لهم على أن خيار المقاطعة الذي تبناه غالبية الشعب العراقي وأيدتهم القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية هو المسار الصحيح في العمل السياسي في العراق بعد عام 2003، وأن الأحداث قد أثبتت أن الصراع بين القوى والميليشيات داخل العملية السياسية يقع في حلبة مقيدة ومحدودة ضمن ضوابط معلومة ابتداء ومحسوبة نتائجها انتهاء، وهدفها في كل مرة التمهيد للانتقال إلى مرحلة جديدة بالوجوه نفسها، مع مراعاة تبادل المناصب وتقسيم المكاسب في دورة من دورات لعبة مقامرتهم هذه. وهو الأمر الذي يفسح المجال لبيان حقيقة أن الرؤية الوطنية والصادقة التي تمتلكها القوى المناهضة للاحتلال ومشروعها لتغيير الأوضاع في العراق هي الحل الوحيد للعراقيين مما هم فيه، وأنه لا يمكن القبول بعد الآن بأي تبريرات أو مواقف رمادية أو محاولات للتهوين مما يجري في العراق، أو الدفاع عن منظومات الطارئين على البلاد والمتعاونين معهم، وأنه قد آن لكثير من المخدوعين بأن يرعوا إلى الحق ويبصروا بعين الوطن لا بعين الأمريكي أو الإيراني أو بعين هذه الدولة أو تلك من الدول المتداخلة في الشأن العراقي. الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين 24 ربيع الأول 1444 20/10/2022. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور ثامر العلواني. وبعد قراءة البيان على مسامعكم، يتفضل مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين
الدكتور مثنى حارث الضاري ليوضح لنا تفاصيل البيان وبعض القضايا المهمة التي وردت فيه، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. استمعنا قبل قليل لبيان الهيئة المتعلق باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال التاسعة في العراق، وندوتنا هذه هي على سياق الندوات السابقة المتعلقة بهكذا أمر. كنا على مدى سنوات طويلة كلما شكلت حكومة جديدة من حكومات الاحتلال في العراق لا نكتفي بإصدار بيان وموقف، وإنما نعقد مؤتمرا صحفيا أو ندوة حسب المستطاع لبيان موقف الهيئة من هذا الموضوع، ولا سيما أنه موضوع مهم وخطير ويتكرر تقريبا كل 4 إلى 5 سنوات في العراق. وندوتنا هذا اليوم هي في هذا السياق. البيان واضح جدا في بيان موقف الهيئة ورفض الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال لما جرى ويجري، ورفضنا لهذه الحكومة هو جزء من الموقف العام الذي نتبناه كقوى مناهضة للاحتلال، وهو رفض العملية السياسية والنظام السياسي القائم في العراق منذ الاحتلال وحتى اللحظة، وما يجري من فصول متكررة بين بضع سنوات وسنوات أخرى هو مجرد إنتاج لمخرجات هذه العملية السياسية. ليست هناك تغييرات كبيرة على واقع الحال، وما زالت الحكومات أو طريقة اختيار الحكومات وفية تماما لمحددات النظام السياسي الذي أقامه الاحتلال في العراق، القائم كما تعرفون على أسس عدة بعيدا جدا عن ما يريده العراقيون، بعيدا عن مطالب العراقيين، عن مصالحهم، عن التوجهات العامة لهم، عما يفيدهم ويفيد المنطقة، وإنما هذه العملية تخدم السياق الذي تتم فيه، وهو محاولة إبقاء العملية السياسية أطول زمن ممكن. وتذكرون في الأسبوع الماضي في أثناء بيان موقف الهيئة من إحاطة مبعوثة الأمم المتحدة في العراق أمام مجلس الأمن، قلنا بأنه الأمر سيجري من خلال تسوية، وهذا ليس يعني توقعا أو حدثا هكذا، وإنما هو بناء على معطيات. وقد صرحت هي بأنه لا توجد حلول وأنه لابد من تسوية، وكررتها عدة مرات بل تسويات، وهذا ما حصل. يعني بعد يومين فقط من ندوتنا تم إعلان التسوية، والتسوية هذه المرة أيضا كانت وفية للطريقة المعتادة، فلنسميها الطريقة التقليدية في إخراج حكومات الاحتلال وهذه الحكومة التاسعة. يعني حتى لم يكلفوا أنفسهم بنوع من التجديد على مستوى الشكل حتى تنطلي اللعبة، ولما يكلفون أنفسهم؟ اللعبة منطلية على الجميع، وللأسف بعد أن كانت أطراف بعينها معروفة هي التي تسير هذا النظام السياسي وتدعمه متمثلة في الاحتلال رقم 1 أمريكا، والاحتلال رقم 2 إيران، والداعم لهذين الاحتلالين المجتمع الدولي أو ما يسمى المجتمع الدولي. الآن هناك دول في الإقليم في المنطقة، دول عربية، نظام سياسي عربي رسمي داعم لما يجري. هذا هو الجديد فقط في هذه الحكومة، وسيأتي حديث عن هذا الموضوع. إذن كان متوقعا بأن التسوية ستتم بناء على بين الأحزاب في ظل رعاية دولية وإقليمية، وهذا ما حصل، وهذا ما صدرت به الهيئة بيانها. النقطة الثانية أنه هذه حلقة جديدة من مسلسل اختيار الرؤساء بالطريقة المتفق عليها. قبل سنوات كان المصطلح سلة واحدة، يضعون كل القوانين في سلة واحدة وتتم تسوية، ويختار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ونواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس النواب ووزارات معينة بتمرير صفقات بين الأطراف. قر لهذا القانون وأنا أسمح لك بهذا المرشح وهكذا. هذه المرة منصب رئيس البرلمان محسوم من البداية، لأنه التوافقات تمت عليه مبكرا، لأنه مرشح هذا المنصب، وسيأتي الحديث عن السياسيين السنة. يعني لا يوجد يعني شخص آخر يمكن أن يقدم أكثر مما قدمه هو من بطاح أمام الأطراف الأخرى، فالمنصب ثابت له.
لم ينافسه فيه أحد، وحتى الذين أرادوا في مرحلة ما أو تمنوا أن يصلوا إلى هذا المنصب انسحبوا بعد أن رأوا الواقع وكيفية ترتيب الأمور في الساعة. إذن بقي منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هذه المرة على الرغم من كل المجريات السياسية كانت هناك عملية شراء، وقد نصصنا عليها في البيان لأنها أصبحت صريحة وواضحة ومكشوفة. كنا في مراحل سابقة هذه الأمور لا نذكرها في بياناتنا، نذكرها ممكن في تقارير، في تحليلات سياسية، في حوارات، لكن الواقع أصبح علنيا الآن، البيع والشراء أصبح علنيا، فلا ضير من ذكرها. وهذا ما حصل، الأصوات يعني 200,000 دولار وأكثر من أجل اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء. هذه التسوية طبعا جاءت كما يقول البيان في سياق محددات النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والإثنية في العراق منذ عام 2003 وما زال إلى الآن. لكن الجديد هذه المرة وهو ما نبه عليه البيان أنه للمرة الثانية في تاريخ النظام السياسي القائم في العراق بعد الاحتلال ترشح أو تختار الكتلة الخاسرة في الانتخابات لاختيار رئيس الوزراء، وتحديدا هي كتلة نوري المالكي، ما أقول الإطار السياسي، كتلة نوري المالكي. تعرفون في انتخابات 2010 من فاز ومن أصبح رئيس وزراء، والآن من فاز ومن أصبح رئيس وزراء؟ محمد الشياح هو رئيس وزراء بالوكالة عن الدولة العميقة عن نوري المالكي. أو فنترك الأسماء، حزب الدعوة للمرة الثانية رغم خسارته في الانتخابات يشكل الحكومة برضا أمريكي وإيراني، ويحدثونني عن العداء الأمريكي الإيراني. طيب إذا جينا على موضوع محمد الشياع ونوري المالكي والكتلة الخاسرة وما إلى ذلك، يعني هل من قدر العراقيين أن حزب الدعوة يحكمهم من الاحتلال إلى الآن باستثناء يسير جدا مرحلة عادل عبد المهدي والكاظمي؟ إذن العملية السياسية على عكس كل ما يقولون أنها تحقق إنجاز، تتقدم، حصل انسداد، أزلنا الانسداد. طيب أنتوا خرجتوا من حزب الدعوة إلى المجلس الأعلى إلى عادل عبد المهدي، خرجتوا من عادل عبد المهدي إلى شخص غير مصنف ضمن التوجهات الدينية، ضمن التوجهات العلمانية، أقرب إلى أمريكا كما يصنف، ولكن الواقع غير هذا. المفروض المرحلة الثالثة تكون الخطوة بعد أكبر وأوسع، تفتح نافذة من أمل مثلا. طبعا إحنا ما فاقدين أمل فيهم تماما، لكن الذين يأملون منهم شيئا، وإذا بنا نعود القهقرة ويختار مرشح حزب الدعوة. مرشح حزب الدعوة يمثل كتلة، يمثل حزب الدعوة أولا، يمثل كتلة الإطار. وغالب ما جرى في العراق من فساد وقبل الفساد إزهاق أرواح العراقيين ومصادرة حيواتهم هو جرى من هذه الأحزاب، وفي مقدمتها الأحزاب المكونة الآن للإطار التنسيقي. طيب إذن ما الداعي لتلميع صورة محمد الشاحن حتى عند بعض الأطراف التي خارج العملية السياسية؟ كلنا يعلم بأن الوزراء لا يحكمهم في العراق، الحاكم رئيس الوزراء، وأن وكلاء الوزارات هم الذين يدرون هذه الوزارات. فأي حديث عن أن محمد الشياع كان في وزاراته لم يتهم بفساد، لم تسجل عليه قضية، هذا أمر آخر. لم تسجل عليه لما؟ لأن القضايا مسجلة على الوزارات، وحالة الفساد مستمرة قبل محمد الشياع ما يتسلم مناصب الوزارية وبعد ما استلمها. المعيار هو هل استطاع أن يصلح أو يقلل من حجم الفساد في الوزارات التي استلمها؟ طيب احنا نعرف أيضا هناك شخصيات في العملية السياسية منذ البداية محاطة بنوع من الحماية والتلميع لإبرازه في اللحظة المناسبة. محمد الشياع واحد من هذه الشخصيات، وأبرز بحجة أنه من أبناء الداخل. طيب ما كثير من الوزراء اللي استلموا الحكم من أبناء الداخل، لكن هل العبرة أنه سيحكم حقيقة؟ لا، أبناء الخارج كما يسمونهم، نحن طبعا لا نفرق، لكن هذه هي مصطلحاتهم، الطارئون هم الذين يحكمون، والشياع ولا غير الشياع وغيره وإن ساهموا معهم فهم بالنتيجة أدوات. وسنرى الأيام القادمة هذا التفاؤل الذي يتوهمه البعض هل سيكون في مكانه أم لا، نحن نجزم أنه لن يكون في مكانه لأنه لم يتغير شيء في واقع العمل السياسي. نقطة أخرى، حتى لو كان هذا الموضوع صحيحا، مجرد استلامه لمنصب وزير حقوق الإنسان
في ظل عمليات تغييب وقتل العراقيين وإزهاق أرواحهم وعدم قيام شيء، بل تغطيته على هذا ما يجري من قصور حكومي، بل تعمد حكومي في حكم أثناء حكم نور المالكي، هيك في وحده في أي بلد يحترم نفسه، في أي نظام سياسي يحترم نفسه، في أي عملية سياسية حتى لو كانت فاسدة بنسبة 30-40-50 قل 90% 10% تكفينا، تحترم نفسه، هذا لا يصل إلى منصب وزير فضلا أن يكون رئيسا للوزراء. ولكن نحن في العراق نحكم وفق معادلة خاصة، وفق ترتيب خاص، وفق قالب خاص لما يسمى الديمقراطية، المرضي عنها أمريكيا وإيرانيا الذين يختلفان في كل القضايا الأخرى بينهما في العالم، ولكنهما يتفقان على استمرار القالب الأعوج في العراق. تجاوز نتائج الانتخابات، إذا كانت الانتخابات هكذا ترمى يعني بعرض الحائط، فلما يجرونها إذن؟ لما يهتمون بها؟ واضح بالنسبة لنا مجرد إظهار أن هناك عملية سياسية وأن هناك ديمقراطية مزيفة تجري في العراق. وضرب مثل لذلك مقابلة رئيس الجمهورية للسفير الإيراني بعد أقل من 72 ساعة من اختياره، يعني على الأقل هذا اللقاء أخره كم يوم، احبكوا اللعبة زين يعني لا تخلونها تنطلي بهذه السرعة وغيرها، السياسة تقتضي ذلك، احنا مضحوك علينا مضحوك علينا، لكن شوية ها خففوا شوية من لا، الأمور واضحة وصريحة لا يستحون من أحد، بل بالعكس قد تكون 72 ساعة وأقل تكون متأخرة، كان ممكن يكون اللقاء ينبغي يكون قبل 24 ساعة، بل قد يكون مباشرة بعد تسميته. وطبعا معروفة العلاقة بين المرشح لرئاسة الجمهورية ومن أي جهة هو ومن أي حزب، وما علاقة هذا الحزب الوطيدة بإيران. ثم ظهرت قضية الاختلاسات، هذه القضية وحدها كانت يمكن أن تعصف بما جرى باختيار رئيس الجمهورية وباختيار رئيس الحكومة وما إلى ذلك، لكنها عصفت بالوزير المختص ولم تعصف بأحد. والإطار أو الكتلة المكلفة بتشكيل هذه الحكومة هي من أكثر الكتل اتهاما بهذه القضية وغيرها من القضايا والسرقات الكبيرة في العراق، يعني هذا خلينا نقول غيظ من فيض مما هو تحت الطاولة لم يخرج، ما زال في الصناديق، أخرج في أثناء التشكيل لغرض ما لكن لم يؤدي الغرض. وهنا أعود بكم إلى موضوع التسريبات، في الغالب يقال المستفيد من الحادثة المعينة أو الحالة المعينة هو الذي يفتعلها، يعني الآن ممكن واحد يفكر يقول إذن التسريبات من استفاد منها أخيرا؟ استفاد منها المالكي، كل هالتسريبات وكل هالفضائح وتنتهي باستدعاء للمحكمة، يشرب استكان شاي وفنجان قهوة ثم يخرج بعد دقائق مقابل كفالة أو غيره أو تعهدات أو ما إلى ذلك، ذهبت يعني هكذا دراجة الرياح رغم على الرغم من كل ما فيها من مخاطر تهدد حتى نظامهم السياسي. ثم يكافأ هذا الشخص الذي انكشفت حقيقته وجرائمه أمام الناس وهي مكشوفة لنا قبل التسريبات كما قلنا في ندوة سابقة، يكافأ بأنه يختار ممثل من كتلته لرئاسة الوزراء. إذن التسريبات لم تجدي أو أجدت بطريقة أخرى، ممكن واحد يفكر بالاتجاه. يعني هنا أيضا الاختيار الذي جرى يذكر البيان أنه أسقط كثيرا من الوقائع والحقائق على الأرض، أو المقولات التي يراد لها أن تكون وقائع وحقائق على الأرض، مثل تدخل المرجعيات وخاصة مرجعية النجف في القرار السياسي، وإذا مرجعية النجف صار لسنوات عندما تشجع الناس على الدخول والمشاركة في الانتخابات تقول لا تنتخبوا، لا تكررون المكرر، لا تنتخبون الفاشلين، لا تنتخبون الفاسدين، لا تنتخبون اللي يعطون عهود وما يوفون بعهودهم، وهذه كلها تنطبق على كل طبقة السياسيين وبمقدمة من الإطار التنسيقي، وإذا بمرجعية النجف ساكتة وتبارك بطريقة أو أخرى، وهذا ينسحب أيضا على من يسمون بسياسي السنة اللي واضح جدا الآن حجمهم وأثرهم ونظرة الآخرين لهم وكونهم يعني صفر على الشمال. في بداية الأزمة لما كان التيار الصدري ينازع من أجل الحصول على الترشيح أو ترشيح رئيس الوزراء من قبله باعتبار الكتلة الفائزة، بدأ الحديث كبيرا جدا من قوى الإطار باتهام الصدر أنه تحالف مع الأطراف السنية والكردية
ضد مصالح المكون والمذهب وما إلى ذلك. أصبحت مادة كما تعرفون يعني من أبرز المواد في الهجوم على التيار الصدري، وإذا بهم بعد انسحاب التيار الصدري يعودون مباشرة للتحالف مع الأكراد، ويتراجع السياسيون السنة يصومون فقط على ما جرى. صار منصب رئيس مجلس النواب كأنه مبتغى ومطلب وغاية وهدف السياسيين السنة، مثل ما كان في مرحلة ما منصب رئيس ديوان الوقف السني هو هدفهم، ويعني جهودهم كلها منصب على هذا الموضوع، وما زال إلى الآن هو طبعا موضع خلاف ونقاش، راح ينفتح باب جديد أو سيناريو جديد في هذا الموضوع بعد استقرار الحكومة واختياره. طيب، كل هذا يجري من هذه الطبقة السياسية الفاسدة والمتسلطة على رقاب العراقيين، الدل على ماذا؟ على أنه خيار المقاطعة هو الخيار الصحيح، لأنه أي تأثير على العملية السياسية برأي أو مشاركة أو قول أو مقترح أو حسن ظن حتى ما أجدت، والدليل انتخابات فاشلة ما يقرب من 85% يقاطعونها ثم تضرب نتائجها بعرض الحائط. طيب أي انتخابات قادمة قد راح يشاركون فيها؟ حتى لو 100% ما شاركوا، حتى لو لم يذهب أحد إلى صناديق الاقتراع سيتوقفون؟ لا، سيختارون حكومة أيضا من نفس بنفس السياقات والمحددات التي اختاروا بها هذه الحكومة. إذن هذه رسالة أخرى لمن يؤمل على العملية السياسية وعلى النظام السياسي. وعلى الآن النظام السياسي، السياسيون ينتقلون من مكان إلى مكان، من كتلة إلى كتلة، من جهة إلى جهة بحسب الدفع، بل أن هناك من يغير مواقفه بجواز سفر الآن أو جنسية من دولة ما، سياسي كان أو غيره. فالقصة أصبحت قصة مصالح كما يقول البيان، ومصالح سياسية بالدرجة الأولى للكتل، فضلا عن المصالح الشخصية اللي دائما نحاول يعني نخليها بالأخير، لكن المصالح الشخصية حاكمة، حاكمة إلى درجة بحيث أنه يتخلى الجميع. الآن ما يسمى بالكتل السياسية، ونتحدث هنا عن سياسيين السنة تحديدا، لا لون لهم ولا طعم ولا رائحة. الكتل الأخرى حافظت نوعا ما على مواقفه، لأن مواقفه سياسية قديمة، يعني التيار الصدري معروف، جماعة المجلس الأعلى معروفين، جماعة حزب الدعوة معروفين، الحزبين الكرديين معروفين، والتوجهات العلمانية معروفة. لكن تعالي على السياسيين السنة، ما هي الصفات والميزات التي تفرق أحدهم عن الآخر؟ ما هي البرامج والمشاريع السياسية التي يطرحونها؟ حتى القضايا الخاسرة والفاشلة اللي كانت يروجون لها في مرحلة ما عندما يتضايقون مثل الفيدرالية تركوها. فإذن هم أصبحوا الآن ليست فزاعة بالية فقط، البيان كان يعني خفف اللهجة نوعا ما، فزاعة بالية لا، هم لا شيء، لا شيء، وأقولها بكل صراحة وبكل وضوح، لا شيء. لأن الشيء يعرف من خلال تأثيره، كم هو تأثيرهم في العملية السياسية؟ تأثيرهم صفر، فاللي تأثيره صفر لا شيء. ولا يقال بأنه رئيس مجلس نواب وأنه لا، يتحكم فيه وهو يتحكم في الآخرين، ويتحكم بالآخرين أقصد مجلس النواب بناء على مسطرة يصير عليها، لكنه يتحكم بأبناء جلدته في محافظاتهم لا، بمسطرة هو واضعة. على العموم هذا هو واقع السياسيين السنة للأسف. أخيرا البيان يؤكد على مشروع الحل. نحن لسنا من أهل الخيال والمثالية والانتقاد فقط، وإنما منذ اللحظة الأولى 12/2 أخواني شوفوا التاريخ 12/2/2004، يعني بعد الاحتلال بكم شهر، بسنة تقريبا، هيئة علماء المسلمين تقدم وثيقة رسمية للأمم المتحدة لحل شامل في العراق يقوم على أساس جدولة انسحاب قوات الاحتلال. ثم توالت المشاريع. نقول الآن بأنه الرؤية التي تمتلكها القوى الوطنية المناهضة للاحتلال هي الخلاص، هي الأمل للعراقيين. والآن لا نقبل أي مواقف كما قال البيان الرمادية، مواقف بين بين، أصبحت الأمور واضحة وصريحة ومكشوفة. ولذلك البيان يقول الرؤية الوطنية والصادقة التي تمتلكها القوى المناهضة للاحتلال، هذه تزكية للنفس. التزكية للنفس هنا مطلوبة، لأن دليل على الثقة، دليل على الثبات على المبدأ. هذا الواقع خلي يجي أحد يناقشنا الآن، من 2003 وهذه مواقفنا لم تتغير، والأخطاء التي شخصناها تحصل أمامنا، ويوم بعد يوم تأتينا الأدلة، ومنها الدليل الأخير في عملية اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحكومة الاحتلال التاسعة. ف
فهذه الرؤية الصادقة. أما أن أرفع لافتة وأقول قبة وطنية وحاصر نفسي في زاوية وخطابي يراعي الداخل، خطابي يراعي العملية السياسية، يراعي الداعم الفلاني، يراعي الداعم الإقليمي، يراعي البعد الدولي، يراعي أو يراعي المصالح الخاصة، هاي كلها مواقف ما راح أقول انتهازية، ما راح أقول تكسبية، ما راح أقول مصالح خاصة، لا راح أقول رمادية فقط. ما يجري في العراق لا يمكن الدفاع عنه أبدا. العراق الآن فيهم عدة منظومات للطارئين، بل العراق الآن يحكم من قبل المنظومة السرية. العراق هو دولة المنظمة السرية اللي أصبحت علنية اللي هي حزب الدعوة. العراق يحكم الآن من قبل منظمة حزب الدعوة العلنية، هي ليست حكومة خفية وليست حكومة عميقة أو دولة عميقة وما إلى ذلك، هذه المصطلحات اللي نسمعها، هذا كان قبل أن تصل مرة أخرى إلى منصب رئيس الوزراء. الآن المالكي سيحكم 4 سنوات أخرى إن طال أمد هذه الحكومة، ولن يطول توقع الشخص الآن، هذا ليس حديث الله، أنه لن يطول، لأن هذه الحكومة فيها مكامن الانفجار من الداخل، إلا إذا حصلت حالة القمع المعتادة الكبيرة جدا من خلال إيران وغض نظر أمريكي ودولي وعربي. فقط في عام 2010 أذكركم اللجنة السداسية العربية اللي كانت تتابع الشأن العراقي، في أحد اللقاءات معهم عندما فازت وقت كتلة أياد علاوي الكتلة العراقية، وهذا ذكرتنا الموضوع في عدة أحاديث سابقة لا بأس من ذكره الآن لمناسبتي، كانوا فرحانين جدا لأنهم قالوا هذه الكتلة أصبحت ذات قوة في البرلمان، أصبحت الكتلة الثانية، سيكون لها صوت. وماذا يعني؟ اللعبة محكومة بالأرقام، بالتوافقات، بالنسب، ثم هذه الكتلة بعد ذلك أيضا تفرقت شذرة مذرة. المهم لما ظهرت النتائج وتبين بأن كتلة أياد علاوي هي الكتلة الأولى، ما كانوا مصدقين أنفسهم، لأنه كان طموحهم أنه تصير كتلة ثانية فقط، قاطعين الأمل أنها تصبح كتلة أولى. لما صارت كتلة أولى لم يستطيعوا المحافظة عليها، لما؟ هل تقصير منهم؟ قد يرد هذا السؤال. أقول حتى لو فعلوا كل ما يفعلون لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، تقصير حاصل، لأن أساسا الرؤية قاصرة، فإذا كانت الرؤية قاصرة يكون تقصير في العمل. لكن الأمريكي والإيراني اتفقوا على المالكي، الآن الأمريكي والإيراني اتفقوا أيضا على محمد الشيع. ليش؟ لأنه كما قلنا سابقا ونقولها مرة أخرى، قضيتنا وضعت على الرف 4 سنوات أخرى، لأنه أمريكا وإيران منشغلين بأمور أخرى، مو فارغين نحن، ولا فارغين للسوريين، ولا فارغين لليمنيين ولا لغيرهم، يشغلون أنفسهم أسبوع أسبوعين شهر شهرين، يرتبون المطبخ السياسي، ثم بعد ذلك تنتهي الأمور. وأختم بمثال، تذكرون في المحاضرة التي كانت في مجلس الخميس بعد دخول التيار الصدري إلى مجلس النواب والقصر الجمهوري، ومن ثم خروجهم بعد يومين، قلنا بأنه كترتيب وكل لقاءات، ماذا حدث في بغداد؟ بارك الله فيكم. القصة كلها حسمت باجتماع رباعي بين طرف أوروبي وطرف عربي وطرف من التيار الصدري وطرف إيراني. الأمريكان أوصلوا رسالة للإيرانيين أن مقتدى الصدر ما دخل القصر الجمهوري ولا مجلس النواب برأيه وإرادته، واضح مو؟ وسيخرج أيضا برأي غيره وإرادة غيره. فنستمر بهالمسلسل من اللعب والعض المتبادل أم نصل إلى اتفاق؟ طبعا الإيراني يفرح أنه أمريكا تعرض عليه حوار ولو به استدارة، لكن حوار بعيدا عن الحوار اللي يجري الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، يعني صار أشبه بحوار شبه مباشر كما جرى في إحدى المرات. فاستجاب الإيرانيون، طبعا قبل أن يستجيب الإيرانيون لهذا الموضوع كانت البيان اللي أصدره الحائري، بعد بيان الحائري وصلت هذه الرسالة، فتوافق
هنا بدأ التفاوض على شكل الحكومة القادمة، وهنا تقرر استبعاد الصدر. وإذا تذكرون قلنا وقتها لعلها نصيحة ما من عدو بثياب صديق للتيار الصدري بأنه يعني اخلطوا الأوراق في الساحة. هذا ما حصل، وفعلا تبين أنها ليست نصيحة فقط وإنما طلب وإيهام بأن هناك يعني دور ما للتيار الصدري في ترتيب المستقبلي. وإذا بالتيار الصدري يخرج كما يقولون من المولد بالحمص. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذا التوضيح الوافي الذي سلط فيه الضوء على أمور مهمة جاءت في بيان هيئة علماء المسلمين ومتعلقة بالطبقة السياسية التي تسلطت على رقاب العراقيين منذ احتلاله عام 2003. الآن نفتح باب المداخلات والأسئلة لمن لديه استفسار عن موضوع الندوة وموقف الهيئة من حكومات الاحتلال. الصدر اليوم أصدر قرار بالتبرئة من العمل المسلح، بما معنى أن هناك هل وهو السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك بوادر انشقاق حقيقية داخل حركة التيار الصدري ممكن تشهد يعني بالمرحلة المقبلة؟ لأنه الوصول إلى مرحلة إعلان بهذه الطريقة معنى أن الأمور لم تستطيع أو لم يستطيع تسويتها داخليا، أو ربما هو الابتزاز للبقاء على هيكلية الوزارات التي ينتمون إليها. ورأينا خلال اليومين المتسارعين من كثير من المحللين المحسوبين على ميليشيات حزب الله في الإعلام حقيقة صعدوا لهجتهم ضد تيار الحكمة وبشكل كبير، مما يوحي على أنه هل هناك فعلا انقلاب مدروس على الحركات القديمة التقليدية التي تمثل المكون الشيعي في العملية السياسية الحالية الذي انتدبت عنهم، وبالتالي إسراع على تشكيل الحكومة بهذه السرعة، ويراد أنه اليوم أو غدا تعلن الأسماء. هل هي استباقية ل 25 شباط أمام تظاهرات الشعب، أم هم هناك يعني حتى يتم إعلان الحكومة بشكل مبكر قبل ردة فعل شعبية متوقعة؟ وشكرا جزيلا. ننتظر ونشوف ما المقصود بالتبرئة من العمل المسلح. هل هي أن هناك جهات ما في التيار الصدري تريد أن تقوم بأعمال وهو لا يقبل، أو أن هذا أحد متطلبات التركيبة السياسية الجديدة وهذا ما أميل إليه؟ نحن ننتظر يعني ونشوف، نحتاج وقت في هذا الموضوع. وبالنسبة لموضوع العملية السياسية وما يثار ومن انتقادات ومن مسارعة، أنا أعتقد بأنهم لا يلقون بالا لتظاهرات الشعب، لا 25 شباط ولا 11 ولا غيره. والدليل ما جرى في تظاهرات تشرين الأخيرة، انتفاضة تشرين، وتم تجاوزها بالكامل. بل حتى الآن يبدو أنهم نسوا أيضا، يعني كلهم دخلوا الانتخابات بحجة تلبية مطالب ثوار تشرين. لما تشكلت الحكومة الآن ولا واحد جاب ثوار تشرين بالطاري. فإذا القصة أنه لا يلقون بالا لذلك وغير مرتبطة، وإنما مسارعة من أجل تفادي أي عوامل قد تؤثر على ذلك. ويبدو عامل آخر أن هذه التسوية المرة تسوية كاملة تامة، ما فيها مشاكل كبيرة جدا، لأن ماكو طرف سياسي يشاغب يعارض، الكل ساكت وموافق وأخذ الحصص المتفق عليها بالنسبة للأحزاب الكردية، بالنسبة للأحزاب الشيعية، وبالنسبة للسنة، وكلهم حصلوا على ما يريدونه على ما اتفقوا عليه. كان الخلاف على أسماء وشخصيات، وكانت هناك محاولة تغيير التركيبة السياسية داخل ما يسمى البيت الشيعي فقط من خلال دخول التيار الصدري، تم إرجاعه إلى وضعه الطبيعي ورجع البيت الشيعي كما هو بيت شيعي ناقص التيار الصدري. عندما يتحدثون بالصفة العامة يدخلون التيار، عندما يتحدثون بالمصالح السياسية يبعدون التيار. فالانشقاق والخلاف بين هالطرفين حاصل وسيبقى مستمرا. فالمسارعة أعتقد هي في هذا السياق، الله أعلم. شكرا لكم دكتور على ما تفضلتم به من إيضاحات. انطلاقا من ما ذكرتم من توقعات بأن هذه الحكومة لن تدوم طويلا، اليوم على سبيل المثال طلعنا تصريحا لحزب سياسي كردي يقول أن حكومة السودان القادمة سوف تكون حكومة تصريف أعمال تمهد الانتخابات، بمعنى أنها لن تدوم طويلا. السؤال هنا، هل تتوقعون أن يعلن السوداني مثلا تشكيلة كامل للحكومة، أم أن الأمور ستجري كما جاء في الحكومات السابقة، حكومة ناقصة الوزارات السيادية ولا سيما الداخلية، الدفاع، المالية وغير ذلك؟
وفي حال كانت هذه يعني تشكيلة غير مكتملة، هل تتوقعون مشاغبات أخرى مثلا من التيار الصدري لمزيد من خلط الأوراق والوصول إلى مرحلة مقصودة بعد عدم نجاح تشكيل الحكومة؟ شكرا لكم. طبعا كل شيء متوقع، ولكن الحدث الذي عندي، أقول الحدث الذي عندي بأنه راح تشكل حكومة يعني كاملة ليست فيها مشاكل، لأنه طريقة التسوية اللي تمت ما راح تدع أي مشاكل. المشكلة الكامنة هي في الخلاف اللي ذكرته الآن جنابك الكريم، أنه حزب كردي يقول بأن حكومة تصريف مهام للتمهيد للانتخابات، وهذا هو التصور العام اللي مطروح، بينما أطرافنا الإطار تقول حكومة الإشياع هي لمدة 4 سنوات، حتى ما قالوا 3 سنوات باعتبار سنة راحت من 4 سنوات، يعني مو لإكمال المدة مدة رئاسة الوزراء، وإنما 4 سنوات من الآن، يعني كأنهم يحسبون من الآن. وهذه هي راح تكون المشكلة القادمة فيما يتعلق بالحكومة بين الطرفين المتحالفين الآن، الطرف الكردي وطرف الإطار ومن معه الإطار، والله أعلم. شكرا على هذه المعلومات القيمة حقيقة، والوجهة النظر والموقف الواضح جدا. لكن هو السؤال، يعني جنابك تحدثت عن تعطيل نتائج الانتخابات، وهذا أمر واقع وحاصل، لكن عن مستوى الحل، هو هل هو رؤية صادقة ووطنية للقوى المناهضة للاحتلال، أم هي رؤية القوى المناهضة للاحتلال الصادقة والوطنية؟ هذا سؤال. وماذا تتوقعون أنه تكون مساحة تسويق هذا الحل؟ هل هي مساحة كافية ليكون يعني مؤثرا في الساحة أم غير ذلك، يعني حسب التوقعات؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك دكتور. أولا سؤال لطيف، يعني مداعبة لطيفة، لكن لا فرق، لأن الصادق لا ينتج إلا رؤية صادقة، فالقوة صادقة وانتجت رؤية صادقة، إذا غير صادقة ما راح تكون رؤيتها صادقة. فسواء قلنا القوى المناهضة للاحتلال صادقة أو أن القوى المناهضة رؤيتها صادقة، فعندي الأمر سيان، النتيجة واحدة. بالنسبة للأمر الثاني، الحل الوطني لا يحتاج تسويقا، لا يحتاج تسويقا، لأنه السبب يعني أول أنه واضح وصريح وعملي واقعي وصادق، ومو مشروع فقط، وإنما معه برامج معلنة على مدى سنوات، وجرب على أرض الواقع وطرح مرات كثيرة، ولا سيما في تجربتي مؤتمري القاهرة، وتوافقت عليه الأطراف الأخرى ولكنها لم تنفذه. إذن اعتراف من السياسيين الحاكمين بصلاحية هذا الحل. الأمر الثاني، لا يحتاج تسويقا، مو لأنه سوقنا له بما فيه الكفاية، لا، لأنه الأطراف الراعية للنظام السياسي تعرف أنه ماكو حل غير هذا الحل، ولكنها لا تريده، فما فائدة التسويق بعد ذلك؟ بضاعة محظورة، بضاعة ما تدخل هذا البلد، إيش قد ما يسوي، إيش قد ما يعلن عنها المعلن، راح يجيب نتيجة؟ هي البضاعة ما راح تدخل الحدود أصلا، بالعكس هي أحد أسباب إبعاد القوى المناهضة للاحتلال، التضييق عليها، متابعته، سجنه، تغريبه، تشويه سمعته وما إلى ذلك، كله بسبب أنها تطرح حلا لا يريد أن يسمعه الطرف الآخر. ثم أضرب مثل صغير، أن الدول العربية اللي غيرت مواقفه من منتقدة للاحتلال، من خايفة من أمريكا ومنتقدة لإيران، وتدعم قوى مناهضة للاحتلال وقوى مقاومة من أجل تغيير الوضع في العراق بما يعني يحفظ أمن المنطقة، تغيرت وجهة نظر الآن، كانت تنأى بنفسها عن الدخول في تفاصيل العمل السياسي الداخلي في العراق، وإذا بها الآن تدخل في تفاصيل العمل السياسي، تتحالف مع هذه الجهة أو مع تلك. فإذن الحل الوطني لا يحتاج إلى تسويق ولا ترويج، فقط يحتاج أنه يبقى صوت صادق يعرض هذا الحل الصادق. وفي ختام ندوتنا هذه، لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم، وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.